فيها، وشكرا على وجودك معنا. شكر ليك يا هاني، وانا سعيد اني موجود معاك النهارده في استوديو صدى البلد، برنامج العظيم، برنامج الماتش، واتمنى اكون ضيف كويس للناس. منور الدنيا كلها، وكل التوفيق ليك في المرحله المقبله. تحياتي. قبل الفاصل، بمناسبه الكلام عن شادي حسين المنضم الى الاهلي، الاهلي في انتظار ان يعلن صفقاته بشكل رسمي، لكن على مستوى الصفقات المعلنه بالفعل بعيدا عن الاهلي، اللاعب برونو سابيو مهاجم فريق بوليفار البوليفي اللي انضم للاهلي من خلال اعلان نادي بوليفار، هيوصل المفروض خلال الساعات المقبله، يجري الكشف الطبي، والكشف الطبي هو اللي بعد انتهائه بسلام الاهلي هيعلن عن الصفقه، وبالتالي مسؤولو الاهلي رفضوا ان هم يعلنوا الصفقه الا بعد الاعلان عن نتيجه الكشف الطبي. ده بيجي في الوقت اللي رئيس النادي اللي امبارح كان نشر تفاصيل التعاقد كتب تويت النهارده بيقول فيها: الزملاء الصحفيين لو سمحتوا محدش يبعت لي، مش هتكلم تاني عن برونو سافيو. ده بخصوص صفقة جديدة في النادي الأهلي. النهاردة تدريبات الأهلي كان موجود فيها كهربا، كان موجود فيها محمد مغربي، كان موجود فيها كل اللاعبين، كان موجود فيها بيرسي تاو، لكن ديانج هو الوحيد اللي ما جاش بسبب تعذر وصوله النهاردة، فمتوقع أن يصل ربما غدا، ولكن ما فيش بكرة تدريب في النادي الأهلي، في بكرة قياسات بدنية قرر الأهلي أن هو يعملها لكل لاعبيه خارج النادي الأهلي. تم استئذان او اختار مستر مارسيل كولر واقتنع جدا بهذه الفكره، وبالتالي بكره من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 7 مساء هتكون القياسات البدنيه، يرى هو ايضا انها ستكون مفيده بالنسبه له في تقييم الحاله البدنيه للاعبي الفريق الاحمر. على مستوى الخيارات الاخرى فيما يخص الاجانب، في فايز سليماني لاعب منتخب جزر القمر ما زال ضمن الخيارات، وان كانت متوقفه نوعا ما المفاوضات، لكن الاهلي ما زال مقتنعا باللاعب اللي بيرى الاهلي انه بيلعب برجليه اليمين والشمال ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فبالتالي ممكن يفيد على ناحيه الجناح. اللاعب الاخر هو الكولومبي بيريرا، برضه لاعب جناح ويتميز بالقوه. على جانب اخر كان في صفقه للاعب اجنبي، واقصد هنا اردني تحديدا، وهو اللاعب الأردني موسى التعمري، كان قريبا من الأهلي لأن الأهلي كان مقتنع باقتناعا تاما، لكن اللاعب الأردني البلجيكي اللي بيلعب في فريق أود لوفين البلجيكي رأى الأهلي أن الطلب المادي من نادي البلجيكي كان مغاليا فيه، ونفس القصة بالنسبة من اللاعب نفسه، فصرف النظر وانتقل إلى الصفقة اللي تم الإعلان عنها بالأمس، اللاعب سابيو. لكن لسه في خيارات تانية، والأهلي بيدور على مراكز مختلفة أهمها بالمناسبة المدافع. يرى الأهلي على مستوى قراراته الفنية أن العدد كتير على مستوى قلوب الدفاع، لكن القصة مش في العدد، القصة في الكيف زي قال قبل كده، وبالتالي هو بيحتاج مدافع بمواصفات خاصة لإتمام التعاقد معه في المرحلة المقبلة، طبعا إلى جانب الجناح اللي هيجي من الاتنين دول والمهاجم اللي بيحتاج الأهلي أن يكون بيمتلك مواصفات خاصة أبرزها القوة الجسمانية والسرعة الكبيرة. بعد الفاصل، أمير عبد الحليم المحلل الرياضي، إلى جانب أخبار كتيرة جدا وتحليلات وأسئلة أكيد في الماتش، خليكم معنا.